في حين يحسمها بايدن. بوتين سيغزو أوكرانيا. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують. صمت الأطفال وتركوا أحلامهم على أبواب مدارسهم. مئات الآلاف يفرون من ديارهم. مع بدء روسيا هجوما مدمرا على أوكرانيا وتطورات قد تتعدى أخيرا غزو روسيا لأوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، حال تدخلت أمريكا والقوى الغربية ضد روسيا. صافرة الإنذار تدوي في دونيتسك معلنة اقتراب وقوع الخطر، وقصف يتواصل بلا هوادة على المناطق الانفصالية. زيلينسكي الرئيس الأوكراني الذي مثل يوما دور رئيس ومن سوء طالعه بات اليوم حقا الرئيس، اليوم ما عاد الأمر مزحة ولا تمثيل. الرجل نفسه يقف خلف الكاميرات لكنه لم يعد ممثلا، عمله الحقيقي اليوم رئيس أوكرانيا. بعد أن اشتهر زيلينسكي لسنوات عديدة بين الأوكرانيين بحسه الفكاهي وعمل ممثلا كوميديا ومديرا تنفيذيا في التلفزيون والسينما، لكن ما الذي حدث مع زيلينسكي بالفعل حتى أصبح رئيس أوكرانيا؟ داخل أوكرانيا إلى خارجها لم يترك فلوديمير زيلينسكي منصة لمؤتمر صحفي أو لقاء مع رئيس أو زعيم سياسي إلا وتحدث عن دوره ودور جيش بلاده برد الغزو الروسي الذي كان يقترب رويدا رويدا من أوكرانيا. عندما شهدت أوكرانيا إنتاج مسلسل بعنوان خادم الشعب، كان هناك ممثل لعب دور الرئيس في المسلسل وأسر قلوب الأوكرانيين لأنه أضحكهم كثيرا بموهبته بالأداء الكوميدي لنجاح المسلسل بتجسيد الوضع السياسي في البلاد. ما حد بالناس مطالبة المدرس الغاضب بالترشح لرئاسة البلاد بسبب استيائهم أيضا من الفساد والحكومة والنخبة، لأن المدرس ينجح بالتحول إلى زعيم حقيقي يلتف الشعب حوله ويسانده لمحاربة الفساد وبذخ النخبة التي تحاربه. كل هذا كان ما حدث مع رئيس أوكرانيا عندما كان يمثل أنه الرئيس، حيث استطاع زيلينسكي الوصول إلى الحكم وتحقيقه فوزا ساحقا صادما في الانتخابات، إذ فاز على الرئيس السابق بيترو بوريشينكو بحصوله على ما يقرب من 73% من الأصوات، وكانت كلمته عقب فوزه هي أعدكم لن أخذلكم أبدا. وهدفه اليوم أن يواجه بجيشه كارثة غزو روسي بدأ وحرب مدمرة تستعر. فمن كانت جل أحلامه إضحاك أوكرانيا يوما، عليه اليوم أن يجنبها البكاء والقتل والتهجير والدمار بقدر ما استطاع. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують.